هذا القلب سمي قلبا لانه يتقلب. شحال من مره نقولوا الحديث هذا، قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. والقلب سموه قلب لانه قال بعض العلماء كثير التقلب، علاه يتقلب بزاف؟ بالوريدات، تجيك مكالمه هاتفيه تقلب لك قلبك، تلقى واحد ما يشوفش فيك شوفه زينه يقلب لك قلبك، ربما واحد يعاملك بحركه يعني معينه يريد يعني ربما ان يؤذيك، القلب هذا يتقلب. فتتحول في لحظه واحده حاله الانسان من سعاده وانشراح الى شقاوه ووذيق ولا حول ولا قوه الا بالله. ويكفينا في هذا بان بينوا باللي القلب ماشي هو هذا العضو الصنوبري فقط، لا، القلب امر واحد اخر، هو فيه سر. على واحد من يحب واحد يقول انا اعطيك قلبي، ماشي يعطيه ذيك اللحمه، لا، وانما يعطيه اشرف ما في الجسد.